ما سترونه الآن لا يصدق. يعرض هذا الفيديو أشخاصاً قد نالوا الشفاء من التهاب المفاصل والفصال العظمي، وبعد مشاهدته سأصلي من أجلكم. أخبروا الآخرين عن هذا الفيديو وأدعوكم لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك لنتابع معا. نسمع دائماً اختبارات أشخاص قد عانوا من التهاب المفاصل والفصال العظمي، لكن أتعرفون الفرق بينهم؟ التهاب المفاصل هو في المفاصل التي تصل العظام مع بعضها وتساعدنا في تحريكها، وهذا يسبب ألماً وتورماً ويحد من حركتنا. أما الفصال العظمي هو تآكل وتضرر في الغضاريف التي تحيط بالعظام، وعملها امتصاص الصدمات، وبدون هذه الغضاريف يحدث احتكاك بين العظام فيسبب الكثير من الألم. لكن الرب إلهنا قادر على تغيير كل شيء، وكثير من الأشخاص تحرروا من هذا المرض بعد الصلاة. لدي فصال عظمي في ظهري، كنت طريحة الفراش لأسبوعين تقريبا، وكانت حفيدتي تساعدني في فعل كل شيء، واليوم كنت متألمة. استخدمت العكاز أم العصا أثناء المشي؟ لا، هي من كانت تساعدني. اقتربي اقتربي، إلهنا يفعل أمورا عظيمة، كل ما يفعله يذاع خبره للجميع. لم تستطيع المشي لوحدك؟ لا لم أستطع. هل هذا صحيح أختي؟ لا صحيح. أرينا الآن كيف كنت تمشين من قبل. أريني تماما، أرينا الآن. هكذا هكذا، والآن أتركيها. هل شفيتي؟ امشي خطوات المصري أختي، انظروا يا ناس. منذ متى وأنت تمشين هكذا؟ أكثر من 4 سنوات تقريبا. أكثر من 4 سنوات؟ أجل، أكثر من 4 سنوات. وكم كان عمرك؟ 57. إذا كنت تعانين كثيرا. لم أكن أفعل أي شيء. لكن الآن شفيتي أختي، امشي خطوات النصر مرة أخرى. انتهت المعاناة، انظروا يا ناس. هذا رائع يا أخوة، يسوع رائع، إلهنا عظيم يا أخوة. عانيت من ألم في ركبتي بسبب التهاب المفاصل. وكيف كنت تمشين؟ لم أمشي بشكل طبيعي، كان علي التمسك بشيء. كيف كنت تمشين عندما أتيت اليوم؟ كنت أعرج طوال الوقت. هكذا؟ أجل. منذ متى أختي؟ منذ 8 سنوات. إذن امشي الآن بشكل طبيعي باسم يسوع. إلهنا رائع يا ناس. عانيت من فصال عظمي في كلتا الركبتين. منذ متى أختي؟ منذ 5 سنوات. كيف كنت تمشين مع هذا المرض؟ لم أستطيع ثانيها أبدا. لم تستطيع ثانيها؟ هل يمكنك الآن؟ انظر انظر. لم تعد تؤلمني. لا يوجد ألم. لا، عانيت من التهاب المفاصل والفصال العظمي وترقق العظام في ركبتي. كيف كنت تمشين أختي؟ كنت أمشي بصعوبة وأحياناً أسقط بشدة. أرينا كيف كنت تمشي. كنت أسحب نفسي. أرينا كيف كنت تسحبين نفسي. كنت أسحب قدمي كثيراً وأحتاج لشخص ما. ما بجانبك. أجل أغلب الوقت. إذا كنت هكذا. انظر لما أفعله الآن. امشي بشكل طبيعي، لست بحاجة لأحد. سأمشي مجدداً بمشيئة الرب. اذهبي، هيا. إلى هنا رائع. عانيت من التهاب المفاصل والفصال العظمي، لم أكن أستطع النوم لأنني إن حركت يدي كانت تحرقني. منذ متى وأنت تعانين أختي؟ منذ 10 سنوات تقريبا. اربطي المنبه، ستنامين بعمق حتى الصباح. عانيت من التهاب المفاصل في ركبتي منذ 11 عاما ونتوء عظمي في ظهري وانقراص في الفقرات، لكن اليوم أتيت لأنال الشفاء دكتور سواريز، هذا كل ما أريده. منذ متى استخدمت العكاز؟ منذ تقريباً 6 سنوات. لم تمشي بدونها؟ لا، كنت أمشي بصعوبة كبيرة، كنت أمشي هكذا. ضعي العكاز على كتفيك، امشي بحرية باسم يسوع. ما أعظمك يا رب يسوع. شكراً يا رب. إن كنتم تعانون من هذه المشاكل، آمنوا فقط، فالإيمان بالرب يسوع يجعلكم تختبرون قوة الشفاء. أصدقائي، القرار لكم، دعوني أطلب بركة الرب لحياتكم. أبانا باسم الرب يسوع، أعلن البركة لهؤلاء الناس، أبطل كل عمل شرير في حياتهم، وآمر التهاب المفاصل والفصال العظمي وكل شر ليخرج من حياتهم الآن باسم الرب يسوع. آمين. إلهي، إني لا أعارض ديانة ولا أؤيد أخرى، أتكلم بكلام النعمة، فاقبلوا بركتكم باسم الرب يسوع.